طبعا لو اتكلمنا كتير عن مهرجان العالمين في نسخته الحاليه مش هنقدر ان احنا نوفيه حقه، لان المهرجان السنه دي عمل انتعاشه كبيره جدا للحركه في او الحركه السياحيه في مدينه العالمين الجديده. عشان كده الغرفه السياحيه رفعت شعار كامل العدد في الغرف ونسبه الحجوزات اللي عدت نسبه 100% في جميع الغرف في فنادق العالمين الجديده، لدرجه ان الغرفه السياحيه قررت اضافه 150 الف غرفه فندقيه جديده بحلول عام 2028. يعني نقول ما شاء الله. معانا دلوقتي الاستاذ وائل فوده، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. يا مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم، كل سنه وانتم طيبين ومصر جميله والعالم عالمي. حضرتك طيب، بنتكلم على 150 او اضافه 150 غرفه، سبب ده ايه؟ يعني النهارده ما بنتكلم عن النجاح ده، نقدر نقول ان احنا نوصل لنسبه اشغال 100% في العالمين، ده نجاح منقطع نظير، فالنهارده السبب ده ايه؟ هو بالحقيقه في البدايه بس خليني اشكر الشركه المتحده على المجهود العظيم اللي بذلته في الفعاليه بتاعت المهرجان العالم عالمين في النسخه الثانيه. الحقيقه هم قدموا لنا يعني حاجات متنوعه كتير، رياضيه وثقافيه وترفيهيه، وده كان العكس تماما على اشغالات الفنادق. ان احنا النهارده بنتكلم في اشغالات 100% الحمد لله رب العالمين في منطقه العالمين. فدي في البدايه بنوجه لهم الشكر يعني. الحاجه الثانيه انا بتمنى ان المهرجان يستمر كمان في شهر سبتمبر، لان هي الفعاليات دي بتساعد كتير قوي على جذب السياحه، سواء السياحه العربيه او السياحه الاجنبيه. الغرف النهارده او الغرف السياحيه والدوله بتدعم فكره زياده اعداد الغرف السياحيه لنصل لرقم 150 الف غرفه سياحيه اضافيه خلال الفتره اللي جايه، نتيجه اللي احنا شايفينه من زياده من حجم السياحه المستجلبه يعني. طيب الخطط المستقبليه بقى عشان نحافظ على النسب دي في الاشغال، خصوصا ان العالمين يعني ما بقتش مدينه بس للصيف، احنا بنتكلم على مدينه متكامله فيها كل ما يحتاجه المواطن لانه يعيش طول السنه. يعني بنتكلم على سوبر ماركتس موجوده، مدارس موجوده، جامعات موجوده، فالنهارده بقت مدينه تقدر تعيش فيها طول السنه. هي المدينه اصبحت مدينه متكامله، هي وده سر نجاح المنطقه سياحيه، ان انت حضرتك بتستمتعي بجو عالمي، جو طقس رائع طوال السنه. وده بيشجع جدا طبعا السياحه انها تيجي طوال فتره طول الموسم، خلال الموسم كله او طول ايام السنه كلها يعني. احنا يعني مبسوطين بانه بنسمع النهارده نسبه اشغال 100%، لان احنا طول الوقت عارفين ان مصر ربنا سبحانه وتعالى حباها بكام حاجه كده مش عند اي حد تاني. يعني عندنا الشواطئ الجميله، الاهرامات هنا، فاحنا نستحق ان احنا يكون عندنا النوع ده من السياحه، النوع ده من الاشغال. ان احنا ما هو السياحه دي في ناس بتشتغل، في ناس بتعتمد على الدخل ده، فالنهارده لما نقول نسبه اشغال 100% احنا في الحقيقه وصلنا لنجاح ما فيش بعد كده، وان شاء الله نكمل في النجاح ده ونبني عليه، ودي بس اول خطوه. المهرجان في الحقيقه عمل انتعاشه جامده جدا لمدينه العالمين الجديده، وده المهم وده الحلو، ان احنا دايما نشوف بلدنا في احسن حال، وكلنا اكيد بنتمنى ده. الاستاذ وائل فوده عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، شكرا ليك يا فندم.